الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ثم أما بعد، معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. يعني فلا وصية لوارث، يعني اللي هيرث منك ما ينفعش تكتب له وصية، ما ينفعش ياخد ميراث وياخد وصية. مثلا يعني ابنك مثلا بيرث فيك، أبوك مثلا بيرث فيك، أمك مثلا بترث فيك، التلاتة دول مثلا بيرثوا فيك، ما ينفعش ان انت تدي لهم مع الميراث وصي. ما ينفعش تدي لهم مع الميراث وصي. عايز تدي لهم حاجة على حياة عينك وانت عايش، ادي كما تشاء، لكن بعد الموت ما ينفعش ياخدوا مع الميراث وصي. بنتك هترثك، ما ينفعش تديها مع الميراث وصي. لكن مثلا افترضنا ان اخوك موجود، واخوك مثلا مش من الوارثين، اخوك مش من الوارثين، هل ينفع توصي لأخوك؟ ينفع توصي لأخوك لأنه مش من الوارثين. عمك مثلا لو ابنك موجود مش هيرث فيك، فينفع تعمل وصية لعمك لأن ابنك هيحجبه. مثلا ابن خالك مثلا من ذوي الأرحام ما بيرث فيك، ينفع تعمل وصية؟ ينفع تعمل وصية. يبقى يجوز الوصية لكل من لم يرث فيك، لكن لو واحد يرث فيك يبقى أقول لك ساعتها لا وصية لوارث. شوف بقى اللي هيرث مين على وانت موجود على خط الحياه، مين اللي هيرثك لو موت؟ فلان وفلان وفلان. ومين اللي مش هيرث؟ فلان وفلان. طب انت عايز تدي لفلان ده بعد الموت، حبيبك، يعز عليك، غالي عليك، خلاص اديله، مفيش مشكله. طالما انه مش هيرث فيك خلاص مفيش مشكله، اكتب له ايه؟ وصيه، ولا حرج عليك. يبقى لا وصيه لوارث، يعني كل اللي هيرث فيك ما ينفعش تكتب له وصيه، ما ينفعش ياخد من وصيه وايه؟ وميراث. والله اعلى واعلم.